أخبارنا في حلقتنا النهاردة نبدأها مع أخبار الأندية وخصوصا نادي الزمالك. في حالة عدم رضا كبيرة موجودة في الشارع الزملكاوي عن مستوى أداء نادي الزمالك في الفترة الأخيرة. البعض قال إن فترة يعني كأس الرابطة كانت تجربة لبعض اللاعبين في استعادة المستوى، وكمان التركيز وقتها مع منتخبنا الوطني المصري ما كانش مخلي العين شوية على أداء لاعبي نادي الزمالك، ولكن مع عودة مباراة الدوري العام الممتاز وبعض الأخطاء الفنية بناء طبعا على آراء محللينا الكبار في الاستوديوهات التحليلية شافوا إن يعني أداء نادي الزمالك ما كانش أفضل حال. بعض الأخطاء الفنية اللي وقع فيها كارتيرون، أيضا مباراة الدوري أبطال إفريقيا والمباراة الثانية اللي تليها طبعا كانت مع بيترو أتلتيكو وسجرادا على الترتيب، كل هذه الأمور خلت فيها حالة عدم رضا عن أداء نادي الزمالك في الفترة الأخيرة. فبالتالي استجابة للشارع الزملكاوي والمستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هيعقد جلسة خاصة خلال الساعات القليلة المقبلة مع المدير الفني باتريس كارتيرون، بيحاول منه أنه يفهم أسباب سوء النتائج، أسباب تراجع الأداء في الفترة الأخيرة، أسباب بعض الأمور الفنية داخل أرضية الملعب. ما بيحاولش أنه يكون عنده آراء فنية، ولكن هو استجابة للشارع الزملكاوي وجمهور نادي الزمالك الكبير. بيحاول المستشار مرتضى منصور أنه يشوف الأخطاء اللي خلت نادي الزمالك في هذا الموقف، لأن ثلاث نقاط هامة جدا في الدوري العام الممتاز قد يندم عليهم نادي الزمالك كثيرا في سباق المنافسة على الدوري العام الممتاز، واحد من أصعب الدوريات اللي هتكون موجودة هذا الموسم وسط منافسة من العديد والعديد من الأندية. كل الأندية بتستعد جيدا، ما بقاش فيه مباراة سهلة ومباراة صعبة، ولكن أصبحت كل المباريات خارج التوقعات. فبالتالي أن أنت تفرط في ثلاث نقاط بهذه السهولة كدلالة أن بطولة دوري أبطال إفريقيا أهم من بطولة الدوري العام الممتاز، دي أحد الأسباب اللي خلت فيه تذمر وحالة عدم رضا من جمهور نادي الزمالك أن نادي الزمالك كبير وينافس على كل المباريات. أعتقد أن هذا الاجتماع ضروري في هذا التوقيت مع باتريس كارتيرون عشان يوضح الأسباب لرئيس نادي الزمالك عن الفترة الحالية وأسباب سوء تراجع النتائج في المباريات الأخيرة سواء في دوري أبطال إفريقيا أو في الدوري العام الممتاز.